مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إن حاضر ومستقبل أي شعب يرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها المستوى الثقافي والظروف السياسية والوضع الاقتصادي. ولعل العامل الاقتصادي هو العامل الأول الذي لديه التأثير المباشر والشفاف على كل مناحي حياة الإنسان، وتتأثر به كل الأفراد والجماعات على الرغم من اختلافاتهم القومية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل الجماعات تتعامل مع العامل الاقتصادي بحساسية مفرطة، ويجعلها تدير أمورها وحساباتها وعلاقاتها في شتى المجالات من حياتهم اليومية. السؤال هو: كيف أثرت الأزمة الاقتصادية الراهنة على المجتمع الأهوازي، وما هي أهم تداعياتها على الوضع؟ وبالتالي هل إنها الظاهرة الوحيدة المسؤولة عن سلبيات مجتمعنا في المجالات الثقافية والاجتماعية؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجب القول وبإيجاز إن الوضع الاقتصادي الراهن في الأهواز يمر بأصعب وأحرج حالاته. فكل الإحصائيات الرسمية والغير رسمية حول المؤشرات الاقتصادية كخط الفقر، مؤشر الغلاء، نسبة البطالة، والقوة الشرائية إلى آخرها، تشير بوضوح صارخ عن وجود هذه الأزمة، ما نتج عنها من أوضاع صعبة لا تنحصر آثارها على إقليم الأهواز فحسب، وإنما عمت مخلفاتها على باقي الأقاليم الإيرانية. إن هذا الواقع المر والأليم دفع أصحاب الضمائر الحية التعبير عن مخاوفهم على مستقبل الشعوب الإيرانية التي تعاني من ظاهرة تفشي الفساد والظلم والثقافة الفاسدة، التي بدلا من أن تربي الإنسان وترفع من شأنه أصبحت تزرع في نفسه الكذب والعمالة والتملق والحسد والسرقة والنهب والجبن والخوف. أما بالنسبة لعرب الأهواز، فما زال الإيرانيون أوفياء لمقولة أحد شاهاتهم، حيث أنهم يتعاملون مع الشعب الأهوازي وفقا لتلك المقولة: إذا أردت الاستيلاء والسيطرة على منطقة ما، اجعل شعبها أميين وجائعين. فعلى الرغم من أن أرض الأهواز هي سلة إيران الغذائية والمصدر الرئيسي لإطعام الإيرانيين، وذلك بسبب تنوع مصادر ثرواتها، ألا أننا نرى أن منذ أبريل نيسان 1925، وبعد سقوط آخر أمارة عربية على هذه الأرض المباركة، وحتى الآن تعرض العرب الأهوازيين إلى شتى أنواع الفقر والحرمان من حياتهم اليومية. فإذا كنا في الأمس القريب نطالب بالمستوى الراقي للحياة، ونتكلم عن حق الشعب في العيش الكريم والحياة الهنيئة، فإن المشكلة اليوم وخاصة في الريف الأهوازي أصبح لا هم لها غير تأمين رغيف خبزهم اليومي. لقد أصبح المواطن الأهوازي، وبسبب عزه لتأمين حوائجه اليومية التي تجعله قادرا على الاستمرار بالحياة، يعانون اليوم من سوء التغذية والأمراض الناتجة عنها. وبالتالي أصبح هذا المواطن كأنما منفصل عن هذا العالم وغير معني بالحياة الحديثة وتطورتها، فهو يعاني الصعوبات والآلام بمفرده دون ما